سأقوم بإنشاء plugin سأسميها LWN REST Route مثلاً. و LWN REST Route بداخلها سأقوم بإنشاء ملف اسمه أيضاً LWN REST Route.php. وهنا يفترض أن نعطي ترويسة البلاجن، سهل جدا. الترويسة نضيف لها أي معلومات نريد منها، البلاجن نيم مثلا LWN REST Route. إذن أصبحت لدينا هذه البلاجن. الآن يمكن أن نذهب للموقع الذي لدينا، نذهب لإضافات لنرى إذا تم إضافتها أم لا. إذن اسمها LWN REST لنرى، نعم ها هي. يمكن أن نقوم بActivate بهذا الشكل. إذا تم تفعيل هذه الإضافة، أعرف يوجد أشياء كثيرة هنا في هذا الموقع، لا مشكلة، لكن تم تفعيل فعليا هذه الإضافة. هذه الإضافة فعليا لا تفعل أي شيء، فارغة كما تجد كما ترون. أنا الآن أريد أن أقوم بتسجيل فيها راوت معين، فالتسجيل يكون بالطريقة التالية باستخدام add action. فإذا سنكتب add action بهذا الشكل، واسم الهوك والفانكشن الذي سنقوم بإنشائه هنا الفانكشن الذي سنقوم بإنشائه لها. طبعا اسم هذه الهوك سنقوم عندما يتم بتسجيل الراوت الخاصة بالريست API بكل ووردبريس نريد أن نسجلها. فإذا هذا هو معنى هذا الموضوع، سأكمل ثم أعيد مع فكرة هذا الموضوع. فإذا LWN سنسمي هذا الفانكشن LWN REST Route register new route بهذا الشكل. طبعا هذا سيكون اسم فانكشن لدينا، سنكتب هنا فانكشن وفقط، يعني لا يوجد أشياء، فقط هذا هو. طيب هنا بالداخل هذا سنقوم فعليا بريجستر باستخدام فانكشن من ووردبريس اسمه register REST Route بهذا الشكل. والآن يعني سأخبركم عن هذا، ويتطلب two arguments بهذا الشكل. طيب ما هو الشيء الذي أنا كتبته للتو هنا؟ بكل بساطة هذه الطريقة التقليدية لإضافة route بوردبريس أو API route. فإذن ما هي هذه الطريقة التقليدية؟ فإذن بكل بساطة هنالك إضافة add action، نحن نريد أن نقوم بتنفيذ function معين عند event معين. الايفنت هي عندما يبدأ ووردبريس بريجستر للريست API، نريد تطبيق هذا الفانكشن. هذه التعليمات الموجودة هنا، هذه التعليمات الموجودة هنا ما هي فعليا؟ هي register REST Route. طيب هنا يمكن أن نقوم بالريجستر لهذا الروت. فإذا بداية يمكن أن نعطيه اسم خاص بإضافتنا، يعني مثلا أنا إضافتي اسمها LWN REST Route، يمكن أن أسمي بداية هذا بـ LWN REST Route. لا تقلقوا إذا كان الموضوع غير واضح، لأن عند التنفيذ ستعرفون أن أين سيتم استخدام هذا LWN REST Route. ستكون هذه الفيرجن الأولى لهذا الـ API أو هذا الشيء الذي أريده هنا، وثم أسمي التسمية تسمية هذه النقطة تحديدا التي أنا سأنشئها. فمثلا يمكن أن أسميها مثلا أن تكون النقطة هنا مثلا send data مثلا، أو send name مثلا، أو get name مثلا، دعنا نسميها get name أو post name مثلا، أي شيء. مثلا fetch name، دعنا نقول fetch name بهذا الشكل. وأيضا يمكن أن نضيف هنا يعني argument إضافية لنوضح عن هذه النقطة. فمثلا يمكن أن نكتب هنا أن الميثودز التي نريد استقبالها التي سندعمها هنا هي post. والآن بالنسبة للcallback سأتركه فارغ الآن، سأخبركم عنه. ويمكن أن نضيف أيضا شيء اسمه permission callback حتى نقول أن هذا مسموح الجميع أن يقوم باستخدامه، وبالتالي سنكتب هكذا return true، يعني يمكن لأي شخص أن يستخدمه. وبالنسبة للكول باك، ما هو الكول باك؟ عندما يقوم الشخص بطلب هذه النقطة جيد التي هي fetch name، ما هو الشيء الذي سنعرضه له؟ ما هي الريسبونس التي سنعطيها إياه؟ فهذا هو السؤال. فالإجابة ستكون بهذا الفانكشن الذي أنا سأضيفه هنا. إذن هذا الفانكشن يمكن أن نسميه بهذا الشكل،
LWN rest route مثلا سنكتب handle مثلا pitch name وهذا اسم function ويجب أن يكون موجود وبالتالي هذا هو function. طيب عندما يأتي هذا function فعليا هذا function سنحصل من خلاله على request data لأن الشخص سيقوم بماذا؟ الشخص سيقوم بطلب هذه النقطة جيد وبالتالي عندما نحن نعالج الفانكشن سنحصل على الريكوست داتا وبالتالي هنا يمكن أن نكتب هنا ريكوست نحصل على ريكوست ويمكن أن نرسل له ريسبونس أيضا فبشكل بسيط يمكن أن نرسل له ووردبريس ريسبونس بشكل جدا جدا بسيط بهذا الشكل هوني عفوا هكذا حتى تروا بشكل أفضل يمكن مباشرة أن نرسل له مثلا return new wordpress rest response بهذا الشكل وهذه الresponse يجب أن نرسل معلومات ما هي المعلومات يمكن أن نرسل له فيها data معينة يعني ممكن أن نكون هكذا لاحظوا حتى نكون أوضح يعني مثلا هنا جاءني هذا الrequest وأنا أريد بناء على هذا الrequest أن أرسل له data معينة مثلا أريد أن أرسل له مثلا name مثلا نورس ومسج مثلا you are authorized مثلا أريد أن أرسل له هكذا وبالتالي بالرسبونس يمكن أن أرسل هذه الداتا وأيضا ممكن أن أرسل له ليس ممكن أنا أقول كلمة ممكن كثيرة لكن أنا أقصد يعني أنت تفعل ذلك وليس يمكن ليس هنالك إمكانية أو عدم إمكانية يجب أن تفعل ذلك هذه الطريقة هنا يجب أن نرسل الكود كود الإجابة الاستجابة ونحن نعرف أن الHTTP هنالك عدة أكواد للاستجابة لدينا 200 400 500 ومع فروعاتها فنحن سنختار 200 أن الاستجابة أوكي وصحيحة فإذا للمراجعة 200 يعني الكود تمام والرسبونس أوكي 400 وتفرعاتها يعني 401 2 3 إلى آخره 4 هنالك خطأ على جهة الكلاينت 500 هنالك خطأ على جهة السيرفر فإذا هذا هو اختصار لهذا الموضوع ذهب إلى هنا والتحديث لأرى هل كتبت شيء خطأ إذا كتبت شيء خطأ سيظهر لي هنا أتأكد أن كتابتي صحيحة وأنت أيضا قم بذلك تأكد أن كتابتك صحيحة ربما أخطأت بشيء لا مشكلة فتأكد أن هنالك خطأ ما هو الخطأ تقرأ الخطأ هنا وتصحح أخطائك طيب الآن يجب أن أقوم بتسجيل كود جافا سكريبت من خلاله أريد أن أطلب هذه النقطة فإذا لنقوم بإنشاء هذا الكود بنفس الصفحة الرئيسية هنا سنقوم بدعني أسمي هكذا أكتب register API انتهينا من register API هنا ممكن أن أكتب هكذا handle data أو handle API وهنا أكتب inq scripts طيب في inq script أيضا سأكتب هنا add action وهذا يفترض من الأساسيات وأنت تعرف كيف تقوم به سنكتب WordPress inq scripts هنا سنكتب الفانكشن الذي اسمه LWN rest route inq scripts هذا اسم function يجب أن أقوم بإنشائه فعليا function وهذا هو الفانكشن الجميل طبعا أنا وضعت L هنا هذا ليس لها معنى واضح جميل جدا الآن بالداخل هنا سأكتب WordPress inq script جيد وب inq script هنا بداية سنعطي اسم الهاندل مثلا plugin أو rest test js هذا الهاندلر جدا مهم ووظيفة هذا الهاندلر أن عندما نريد استخدام هذا السكريبت الآن سنستخدمه على فكرة في هذا الفيديو سنستخدم الهاندلر فمهم جدا اسمه هاندل اسمه هاندل وليس هاندل يعني هذا هو هاندل الذي كأنه اسم تعريفي لهذا السكريبت الذي يمكن أن نستخدمه في أماكن عدة عندما نحتاجه فبدلاً أن نجلب السكريبت مرة أخرى أو لا أعرف كيف سنقوم بالإشارة إليه يمكن أن نستخدم هذا الاسم حتى نشير لهذا السكريبت طيب الآن يجب أن نحدد مكانه فعلياً مكانه أين مكانه لم ننشئه بعد
فبالحالة الطبيعية هنا لاحظوا هذه هي البلجن، لاحظوا أعزائي هذا هو البلجن اللي يوجد فيها ملف واحد فقط. يمكن أن ننشئ فيها ملف في جافا سكريبت هنا نضيفه هنا مباشرة، لكن لماذا نضيفه هنا؟ يجب أن نكون مرتبين نوعا ما، لما لا نكون مرتبين ومنظمين؟ فسأنشئ أنا هنا مجلد اسمه public، وبداخله سأنشئ مجلد اسمه js. الآن الفكرة بالموضوع أن هذا public يعني هذا js سيكون للواجهة الأمامية، هذا نوع من التنظيم. بداخل js سأضيف كود JavaScript الذي أريد، وبالتالي هنا سأكتب بداخل public js، هنا سأسمي هذا الكود، يمكن أن أسميه script.js، يمكن أن أسميه أي شيء أريد. بالتالي هنا script.js، ويمكن أن نكتب بداخله فقط مجرد console.log hi from script.js. فإذا هنا نعود لموضوع الـ add action الذي لدينا. فإذا الآن نحن أنشأنا هذا الملف، ومرة أخرى أين هذا الملف موجود؟ إذا قمنا بتري بهذا، هذا الملف موجود ب public js script.js، يعني بالنسبة لجذر الإضافة هذا الملف هنا موجود. فبالتالي يمكن الآن أن نقوم بـ inqueue له طالما عرفنا مكانه. فإذا هو بالنسبة للـ plugins URL، بالنسبة للـ plugins URL ومن جهة الـ public ثم js وثم script.js، وهذا بالنسبة للفايل الحالي. الفايل الحالي يعني هذا الفايل، جيد، منه سنأخذ البلجنز URL بإضافة هذا المسار. فإذا هذا فقط، عفوا هذا كوما هنا، ونكمل هنا. يمكن أن نكتب على ماذا يعتمد هذا الكود الخاص بنا، هل يعتمد على مثلا jQuery، هل لا يعتمد على شيء. ثم يمكن أن نحدد النسخة الخاصة به، فإذا النسخة هي الأولى أو الإصدار الأول. وفي النهاية هل تريد أن تضيفه إلى الفوتر، يمكن أن نقول true وانتهينا. واضح وانتهينا. الآن أضفت هذا، جيد، للبلجن الخاصة به، ولكن كيف سأعرف أن تم تفعيله؟ لو ذهبنا الواجهة الأمامية هنا، جيد، وقمت بـ inspect element، هل سيتم تطبيقه؟ نعم تم تطبيقه، hello from script.js. ها هو، نغلق الـ warnings هكذا. فإذا how log one، طيب لا مشكلة. فإذا بالنسبة لـ hi from script هي نفسها التي كتبتها هنا في script.js. ومن هنا أيضا أريد أن أطلب النقطة التي أنشأتها، النقطة الجميلة التي أنشأتها هنا من هذا الفانكشن. كيف أقوم بذلك برأيكم؟ الآن سنقوم بذلك. طبعا أنا لن أقوم بإنشاء أشياء هنا ترونها، هذا فقط لشرح المفهوم، وبالتالي سأجرب هنا مباشرة. لاحظوا ممكن بداخل هذا الفانكشن، بداخل script.js، بداخل script.js يمكن هنا أن أكتب function يكون async function، فنكتب fetch data، جيد، نسميه fetch data، يمكن أن تسميه أي شيء، أو send data مثلا، لا أعرف send data fetch data أي شيء. وهنا يمكن أن نقوم بإرسال، أن نقوم بهذه الطريقة، أن نكتب const response، وهنا نكتب await وfetch، وهنا النقطة التي نريد أن نقوم بإرسال إليها. هذه النقطة هي نفسها هذه النقطة، جيد. أنا يمكن أن أقوم بنسخها ولصقها هنا مباشرة لنرى، لكن هذا الشيء لا يؤكد لك أنه سيعمل دائما، فأنا سأقوم بكتابتها بطريقة مختلفة. لكن قبل ذلك فقط هنا سنفكر أنه هي رابط النقطة، وهنا سنضيف معلومات أخرى. فإذا الميثود التي نريد الإرسال عبرها هي post، ولماذا هي post؟ لأنني أنا أصلا أقبل post هنا. لاحظوا هذه جيت سيرفر، هذه جيت كلاينت، ضروري أن نفهم الفرق بين الموضوعين. طيب نكمل. الميثود هي مثلا الميثود هي post، يمكن أن نكتب هنا هكذا، يمكن أن نكتب أن ال content type سيكون سيكون application json بهذا الشكل وفقط. فإذا بالبادي هنا
يمكن أن نرسل للديتا، نرسلها بطريقة جيسون، ونكتب هنا مثلا name، مثلا نورس، ومثلا another information، أو نكتب another information هكذا، أي شيء نريد، مثلا 1 2 3 جيد. يمكن أن نكتب هنا password، يعني كلمة المرور، وهنا يجب أن يتم وضع كوما. فهذا هو الشيء، هذه هي الريسبونس. هذه العملية يمكن أن يعني تسبب أخطاء أو يكون فيها أخطاء، وبالتالي يفضل أن نضعها ضمن try و catch بهذا الشكل. وبالنسبة للtry نقوم بtry أن نقوم بfetch هذا الجيسون الذي لدينا، وأن نجلب الداتا. الداتا هي الريزلت التي ستكون من فك الجيسون الخاص بالريسبونس، لأن الريسبونس ستكون هي أيضا عبارة عن جيسون. بالنهاية يمكن أن نقوم بconsole.log للريزلت، وبالنهاية أيضا إذا كان هنالك error يمكن أن نقوم أيضا بconsole.log مثلا there is error. وما هو الايرور؟ هذا هو الايرور. فإذا فقط إذا أردنا النظر لهذا بشكل عام، بشكل يعني هكذا، لدينا هنا function، same function اسمه fetch data، وفيه try and catch. باللي try قمنا بفتش الداتا وأرسلنا الداتا مثل النيم ومثل الباسورد، أرسلناها بصيغة جيسون، وقمنا بفك الريسبونس وقمنا بكونسول لها إذا وجدت. طبعا بالنهاية يجب أن نقوم بكولينج للفانكشن، حتى طبعا الفانكشن اسمه fetch data، يجب أن نقوم بكولينج لهذا الفانكشن. طيب الآن الشيء الموجود، أنا يجب أن أجلب هذه النقطة جيد، والآن لو قمت بتنفيذ هذا سيعطيني خطأ. إذن تحديث سيعطيني خطأ أكيد، نرى لم يطبق الفانكشن. نعم لاحظوا هنالك خطأ، there is error، جيد. لأن لماذا حدث هذا الخطأ؟ لأني أصلا أنا لم أزود هذا الشيء. طيب بشكل عام الرابط سيكون الذي أنا سجلته، هو رابط الموقع بالإضافة له، جيد، هذا الذي كتبته هنا. طيب رابط الموقع غير معلوم بالنسبة لك أبدا، صحيح؟ رابط الموقع غير معلوم بالنسبة لك، وبالتالي يجب أن نمرره من السيرفر. يعني هنا مثلا عندما قمنا بالإنكيول سكريبت هنا يمكن أن نضيف رابط الموقع لهذا ليكون متغير يمكن الحصول عليه من هنا. يعني نريد أن نمرر متغير من السيرفر للكلاينت، نريد أن نمرر اسم الموقع أو عنوان الموقع، رابط موقع من السيرفر للكلاينت، وبالتالي سنستخدم هذه الطريقة بووردبريس. هذه الطريقة اسمها ووردبريس لوكالايز سكريبت. كيف تعمل؟ هنا بداخل الانكيو سكريبت، جيد، يمكن أن نقوم بذلك. فهنا يمكن أن نكتب ووردبريس لوكالايز سكريبت، وبداية يجب أن نجلب اسم هذا السكريبت الذي نريد إضافة له معلومات. اسمه هو الهاندل هذا، وبالتالي هنا الاسم يمكن أن نزوده هنا وأكتب REST test js، هذا هو الهاندل الخاص به. وهنا يمكن أن أزود المعلومة التي أريد، فمثلا أنا أريد أن أزود ب مثلا LWN REST route data مثلا، هكذا أريد أن أسميه، وبالتالي يجب التأكيد أن أضعه بين أقواس، هذا اسم المتغير. وهنا أمرر الداتا التي أريدها فيه. فإذن أول شيء أنا أريد أن أمرر REST URL الذي هو فعليا سيكون عبارة عن يمكن أن نكتب هذا escape URL REST URL بهذا الشكل. طيب هذا الآن ما الشيء الذي سأقوم به الآن؟ أنا سأقوم بنسخ هذا الاسم وأذهب إلى السكريبت، إلى الكلاينت الذي لدي هنا، وأقوم بمحاولة أن أحصل على هذا الفاريبل. سأكتب console.log لهذا الفاريبل، ومؤقتا أنا سأقوم بكومنت الفتش داتا لأنني لا أريد تنفيذها الآن. الآن لو قمت أنا بالتحديث، جيد، فإذا لاحظوا سيقول reference is not
defined، يعني لهذه اللحظة لم يتم لكل أز data لهذا الموضوع. يمكن أن أجرب في هذه الحالة أن أكتب هكذا window dot ولنرى إذا تم الحصول عليه. غير موجود، فإذا هنالك لدينا مشكلة هنا لنعود إليها. سميت هذا rest rest هي rest test هفن. فإذا هنا اسمه rest test، وربما هذا هو السبب لأن لم يتم قبوله. فإذا لنرى، فإذا ها هو الآن، فإذا الريست يو ار ال أعطانا إياه، ها هو. إذا قمت أنا بالذهاب إليه ستجدون هنا الكثير من الراوت، لاحظوا قوموا بنقر على راوت، الكثير من الراوت التي تم تسجيلها في هذا الموقع التي تتبع لووردبريس بشكل خاص أو بشكل أساسي، وأيضا تتبع للبلوجنز التي تم تثبيتها على ووردبريس. فمثلا أكيد إضافتنا لها، فإذا إذا ذهبت إلى LWM أبحث عن إضافتنا، فإذا ها هي، لاحظوا هذا هو الراوت الذي تم تسجيله لدينا fetch name، فإذا ها هو، فإذا هذا هو، وهذه هي الميثودز وهذه هي الإندبوينتس التي لدينا، فإذا LWM REST route version 1. فإذا الآن يمكن أن نستخدم هذا، طبعا كون أصبح لدينا هذا فيمكن أن نكتب التالي، نكتب بهذا الشكل f not window lwn rest route data، وإذا لم يكن فيها أيضا الrest url، نحن أعطيناها الrest url جيد، فنحن فعليا سنكتب console.log rest not defined أو rest point not defined، وسنقوم بend لهذا السكريبت لأن فعليا لا يوجد أو فعليا يمكن أن نقوم بنقل هذا إلى هنا جيد بهذا الشكل إلى داخل الفانكشن، وهنا يمكن أن نقوم بمثلا rest url، مثلا يمكن أن نجعله يساوي هذا بهذا الشكل، فإذا أجلبه إلى هنا ضعه هنا وهنا. if not rest url يمكن أن نغلق السكريبت كامل، وهنا أنا سأحذف هذا جيد بهذا الشكل وأعيد الفيتش داتا لتعمل. والآن بالURL هنا لدينا سنقوم بconst fetch URL، سيكون هو عبارة عن REST URL plus نفس الأشياء التي كتبتها هنا التي هي هذا نفسها ونفس الشيء الذي كتبته هنا fetch name، تعالي هنا fetch name، ممتاز. فإذا أصبح لدينا الفيتش يورل، فإذا الآن يمكن أن نكتب هكذا فيتش يورل، فإذا أصبح الآن موجود بهذا الشكل، ممتاز. الآن لو قمت بالتجربة، فإذا تحديد، لاحظوا الإجابة ها هي No REST URL authorized. طبعاً من أين جاء هذا الموضوع؟ جاء من هنا مباشرة، من هنا مباشرة أنا أرسلت هذه الداتا، وأنا لو أرسلت مثلا ما غيرت الداتا مثلا من السيرفر كتبت علي أو وأضفت هنا مثلا age مثلا ووضعت 6 مثلا، بالتالي نفس الشيء سيظهر لي هنا نفسه. على فكرة لاحظوا يأخذ وقت حتى يتصل بالسيرفر ويعيد لي النتيجة، الآن سيعيد النتيجة يفترض، فإذا ها هي، فإذا لاحظوا لدينا age 6 المسج you are authorized name علي جيد، فإذا جلبنا هذه الداتا. فإذا النقطة الأخيرة الآن، أنا فعليا هنا أرسلت داتا صحيح، أرسلت نيم نورس والباسورد كذا، دعنا نغير النيم مثلا سنكتب LWM والباسورد كذا، أنا أرسلت هذه المعلومة للنقطة هذا، فكيف يمكن أن أحصل عليها هنا؟ طبعا الآن يفترض أنك أنت الآن تعرف الموضوع، لماذا؟ لأن لدينا الريكوست، هذه النقطة التي أنا أرسلتها من الكلاينت هي عبارة عن request تم إرساله إلى هنا، وبالتالي بالسيرفر يمكن أحصل عليه من request. بوردبريس يمكن أحصل عن هذه المعلومات من خلال function اسمه، أو من خلال عفوا object request، من خلال الريكوست يمكن أن أحصل على get json params بهذا الشكل، وبالتالي هنا يمكن أن أحصل على name الذي هو فعليا سيكون هو البرامز name، وبالنسبة للباسورد هي ستكون برامز باسورد.
وبالتالي هنا بالديتا يمكن أن أقوم بإرسال بدلا الاسم هكذا أرسل له نفس الديتا التي أرسلها لي، وهنا أرسل له مثلا الباسورد، أرسل له الباسورد التي هو أدخلها. فالآن يفترض أن أعيد له نفس المعلومة، أدخل LWN123 يفترض أن نعيد له نفس المعلومة. فإذا لنرى، لاحظوا تم إعادة نفس المعلومة. طيب ما الفائدة من هذا الموضوع؟ الفائدة بكل بساطة، أنا في السيرفر مثلا شخص أرسل لي اسمه وأرسل لي كلمة المرور، يمكن أن أتأكد هل هي كلمة مرور صحيحة أم غير صحيحة، فبالتالي يمكن أن أرسل له بهذا الشكل، أرسل له مثلا أن أقوم بهذا، أن أقول إذا كانت الباسورد تساوي 1 2 3 فأنا أريد أن أرسل له الديتا، دعنا نرسل له هذه الديتا، سنرسل له النيم، المسج، ويلكم مثلا to the website، جيد، وأيضا نريد أن نرسل له response أن كل شيء تمام، جيد جدا. طيب إذا كانت الباسورد لا تساوي 1 2 3 فماذا الشيء سنفعله؟ سنرسل له response أيضا، هذه الريسبونس ستكون فيها الديتا، مثلا نرسل له الديتا هنا، نقول له name مثلا الذي هو نفسه name، ونرسل له error sorry you can't use this website، ويمكن أن نغير الكود هنا، الكود هنا بدلا من 200 يكون 400، أن هو خطأ على جهة الكلاينت لم يزود المعلومات الصحيحة. هنالك خطأ بالإيرور، لماذا؟ هل يمكنكم معرفة؟ لأن يجب أن أضيف له quotation. جيد؟ فإذا الآن الآن سيقول له أهلا وسهلا، لأن كلمة المرور 1 2 3، فإذا لاحظوا welcome to the website، لكن أنا لو غيرت من هنا وأدخلت مثلا كلمة مرور 1 2 5 مثلا أو 4 وأعدت هنا، سيقول لي sorry لأن كلمة المرور غير مناسبة. لاحظوا وجاء خطأ هنا، هذا الخطأ ليس خطأ فعليا أنه خطأ يعني خطأ بالكود، هذا ليس خطأ بالكود، هذا خطأ لأنني أنا أرسلت ريسبونس 400 لم أرسل 200، لأن الشخص لم يدخل كلمة المرور الصحيحة، وبالتالي هذا الخطأ هذا السبب. لاحظوا يمكن أن تروا هنا الريكوست ويمكن أن تروا هنا الريسبونس، لاحظوا وهنا الريسبونس sorry you can't use this website. أعزائي هذا هو بالنسبة للدرس اليوم، أتمنى أنكم استفدتم، وإن شاء الله نلتقي في فيديو آخر أو شرح آخر، وإن شاء الله يكون قريبا. شكرا لكم ومع السلامة.